فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن المأموم من إنهاء الفاتحة وقد بدأ الإمام بقراءة سورة أخرى، يقول فماذا أصنع؟ هل أكمل أم أصمت؟ إذا جهر فاسكت، ولكن إذا سكت فاقرأ ما تبقى. الإمام بيسكت له سكتات للنفس للركوع، له سكتات يمديك أنك تكمل الفاتحة فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.